القضاء على البطالة في أيام المواسم، والمنتجات يعني تمشي بكثرة في كل الناس يعني يشتغلوا في المواسم، من ملابس من طول من أي شيء يعني في المواسم يشتغلوا، كل تلقى الشباب من الأرياف من المدن من كذا البحث عن فرص أمل. نحن نضطر أن نعمل في هذا المجال لأنه لا يوجد وظائف في هذه الدولة، ويأتي هذا العمل من المواسم إلى المواسم الأخرى، لذلك نضطر أن نشتغل في هذا المجال من أجل قوت يومنا. موسم العيد هو من بداية العاشر إلى تقدر تقول إلى عاشر العيد كذا، فهذه هي فرصة سانحة يجدها الشباب يعني لتكسب أرزاقهم ولإعالة أسرهم. طبعا بطلة الشباب يعني هي متفاقمة منذ فترة سابقة، والآن مع في ظل هذه الحروب تفاقمت أكثر، فالآن في أيام العيد المبارك يجد الشباب يعني أيام العيد كفرصة عمل لهم للتخفيف من المعاناة التي يمرون به و لإعالة أسرهم، خاصة في ظل هذه الحرب التي أنهكت كاهل المواطن اليمني وألقت به في مأزق يصعب الخروج منه. طبعا الأشغال ما فيش حكومية، ماشي إلا أشغال خصوصية، حمل على الظهر، بسطات، حق ناس طالبين الله ضباحة، لكن الأشغال الحكومية والأولاد الكبيرة هذه ما هلش في عدن، ما هي إلا المسائل، دام من المسائل سرق على الشعب والشعب ساكت وراضي هذا مستحيل علينا، لابد يجي يوم إن شاء الله ونحن شباب وبان نشتغل حتى حمل على الظهر، مش عيب الشغل بسطة بنبسط ولا بيضيعوا علينا بحاجة، فوقنا رب كريم. في هذه الأيام خلال فترة العيد نجد العمل مناسب جدا لقضاء حوائجنا من ناحية ملابس وما نحتاجه في البيت، ما تحتاجه الأسرة. البطالة بشكل كبير جدا يعني، لكن خلال فترة المواسم فيذهبون للعمل بسطات، يعملون بسطات أو يشتغلون عمال لدى التجار أصحاب المحلات، فتجد تغطي يعني مصروفك اليومي.